خالد قمر واحد من الهدافين المميزين صراحه على مدار الفرق اللي لعبها، دايما بيبقى ليه تاثير ايجابي. خالد تحياتي ليك يا خالد. كابتن فاروز ازي حضرتك يا حبيبي، ربنا يخليك حبيبك ما شاء الله عليك. كل فريق بتروح صوب الاتحاد او يعني ما شاء الله هداف هداف حبيبي كابتن. والله الحمد لله ده نعمه من عند ربنا يعني. الحمد لله لازم الواحد يعني لما بيروح اي فريق كده لازم يبقى ليه بصمه. فالحمد لله ان هي كانت بدايه، النهارده كان اول ماتش العبه مع طلائع الجيش، ان انا احرز هدفين واكسب الفرقه، فده حاجه كويسه طبعا. ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن يعني. مبروك ليك يا خالد. طيب ربنا يعني الفرق برضو يعني، انا طبعا كل الانديه في مصر كلها يعني كل واحد عنده اداره مختلفه وشكل مختلف، وجودك في طلائع الجيش حاسه ازاي؟ طبعا احساس كويس طبعا. انا رايح يعني رايح فريق كبير يعني، رايح فريق رابع الدوري. رابع الدوري صحيح. وفريق يمكن انا كان فيه كذا عرض في اول الموسم، ف اما نادي طلائع الجيش كلمني ما يعني خلاص خدت قرار في ثانيه يعني. الموضوع كان بالنسبه لي ان انا رايح يعني فرقه محترمه ومنظومه كلها محترمه، فان شاء الله تبقى يعني السنه دي ان شاء الله تبقى بدايه خير لينا ونعمل حاجه يعني ما نقلش عن السنه اللي فاتت ان شاء الله. اتمرنت مع كابتن علاء عبد العال قبل كده في اي نادي يا خالد؟ لا انا قعدت مع الكابتن علاء وانا في طنطا قبل ما اروح اتحاد الشرطه يعني، كنت رايح الداخليه معاه. فطبعا اكيد يعني الكابتن علاء انا عارفه من زمان يعني في ايام الشرطه وكده يعني. هو اللي طلبك؟ ها كان هو اللي عايزني وانا في الشرطه، فروحت قعدت معاه وكده ما حصلش نصيب. فكان هو مشي من الشرطه ما صعدوا، وبعد كده انا كان خالد معلش صوتك بيقطع. تمام سامعني كده يا كابتن؟ كده تمام كده تمام يا حبيبي. فانا السنه دي ان شاء الله اكيد الكابتن هو اللي كلمني، بس العميد احمد المهدي هو ما كلمني وقال لي عميد احمد المهدي هو اللي بيخلص كل حاجه في الاخر. معلش خالد معلش الصوت بس لو اتحرك شمال او يمين كده عشان نكمل معاك المكالمه الجميله معاك حبيبي. طيب يعني انتوا عندكم الماتش جاي للاتحاد، وعايز اكلمك على ماتش النهارده يعني صعوبته من خلال طبعا فريق زي امبي بيتعادل مع بيراميدز في اول ماتش ليه، وبيراميدز الثاني، وبالتالي يعني برضه فريق لا يستهان به يعني. فبالتالي كان نزولكم الماتش ازاي؟ تفكيركم كان في الماتش ازاي؟ طبعا يا كابتن يعني الماتش الاولاني ماتش الداخليه كان بدايه دوري ولعب اول مره، فخدنا نقطه من الماتش. فكان البدايه النهارده كان يعتبر بدايتنا كانت النهارده في الدوري يعني. مكسب مهم، بدايه كويسه، وان شاء الله ماتش الاتحاد يعني فريق محترم صحيح، واحنا محترمينه فريق اول الدوري. ويمكن انا لعبت في نادي الاتحاد صحيح. 5 سنين أو 6 سنين في نادي الاتحاد، عارف نادي الاتحاد بيلعب على ملعبه ازاي وبجماهيره. فاكيد طبعا ماتش صعب يعني بالنسبه لنا. ربنا يوفقك يا خالد، ونتمنى لك طبعا التوفيق، ونتمنى كل التوفيق لكل الفرق المصريه، ان احنا دايما عايزين الماتشات تبقى فيها اهداف ومكسب يعني موجود لكل الفريق، لكل من يجتهد يعني اكيد ويركز الاكثر هو اللي هيكسب في المباريات القادمه. مشوار طويل لسه بنبتدي في تاني اسبوع، لسه بنتكلم في 32 اسبوع للدوري المصري. ان شاء الله كده نشوف يعني منافسه حتى اخر مباراه في بطوله الدوري، سواء بقى بفوز بالدوري او حتى المنافسه على هبوط للقسم الثاني.